أشهرنا على انقضاء قمة ثلاثية في بغداد، والبلاد تترقب قمة الجوار الإقليمي في العاصمة أيضاً. الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستنعقد على مستوى القادة في 6 بلدان مجاورة للبلاد. وزارة الخارجية بيّنت أن العمل على الدعوات يجري ضمن الجهد الدبلوماسي، حيث تم توجيه دعوة لحكومة أردوغان عبر الوزير فؤاد حسين بشكل مباشر، بعد أن وجه العراق دعوة رسمية لأمير الكويت عبر وفد رسمي برئاسة وزير التخطيط العراقي أخيرا. دعوة فخامة الرئيس التركي للمشاركة بالقمة المزمع انعقادها نهاية الشهر الجاري في بغداد، والتي ستكون على مستوى القادة. هذه القمة ستكرس لدعم العراق على مستوى تعزيز شراكاته الاقتصادية مع مجموعة من الشركاء والقادة. أضف إلى ذلك، يصب ذلك في دعم العراق في استعادة موضع دوره ضمن نسق التفاعلات الإقليمية الجارية. مؤتمر الجوار الإقليمي يتوقع منه الانعقاد خلال نهاية الشهر الحالي آب، ويهدف إلى مناقشة قضايا الأمن الإقليمي. تأتي دعوة رئيس الوزراء لرؤساء الحكومات والملوك والأمراء لدول الجوار العراقي وحتى بعض الدول المؤثرة في المنطقة لحضور قمة في بغداد، أولا لتعزيز الأمن الداخلي وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي، كون العراق مقبل على فترة انتخابات وتشكيل حكومة جديدة وتحتاج إلى فترة استقرار سياسي إضافة إلى استقرار أمني. ولحين انطلاق القمة يجرى الحديث حول وقت انعقادها، إذ أنه سيتحقق فور اكتمال الجهود الدبلوماسية في تقديم جميع الدعوات بينها لدول إيران وسوريا والسعودية والأردن. صبرين كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد.